فودة، شوف الحالات اللي اخترتها للمباراة. هذه المباراة التحكيمية نص ولا نصين؟ كل لا هذه نص ونص. نص ونص، طيب يلا. طبعا بالنسبة للمباراة كانت بقيادة شكر الحنفوش وحكم فيديو ممدوح آل شهدان. نشاهد في المباراة 5 حالات. طبعا هذا طاقم التحكيم. الحالة الأولى كان في احتكاك بين اللاعبين قبل تنفيذ الركلة الركنية بين لاعب نادي الشباب اللي هو حسان تنبوكتي ورينيه سانتوس من نادي الرايد، وفعلا الحكم استطاع انه يوقف اللعب قبل ان تحدث هذه المخالفة، والمخالفة حدثت من المهاجم وليس من المدافع، لكن كان مفترض انه مهاجم نادي الرايد يحصل على بطاقة صفراء لانه لاحظ استخدم المرفق في لاعب نادي مدافع نادي الشباب. هذه الحالة قبل تنفيذ الركلة الركنية. الحالة الثانية كانت في الدقيقة 29. الدقيقة 29 لاحظ هنا في مخالفة من مدافع نادي الشباب إحسان تنبوكتي، ونشوف ماذا حدث. لاحظ عملية المسك. حسان في عملية مسك، لاحظ عملية المسك، ماسك الذراع الأيمن للمهاجم نادي الشباب واستمر المسك. فينك يا حكم الفي آر؟ ما نبهت الحكم لركلة جزاء لنادي الرايد لم يعلن عنها في الدقيقة 29، ونشاهد عملية المسك استمرت، كمل الاستمرار، استمرارية عملية المسك، لاحظ المسك، لكن حكم الفيديو لم يستدعي حكم المباراة لعملية المسك اللي حصلت داخل منطقة الجزاء. إذن ركلة جزاء لم يعلن عنها لا حكم المباراة ولا حكم الفي آر، لعل لصالح نادي الرايد. الحالة الثالثة كانت في الدقيقة 31، هدف الشباب هدف صحيح لا يوجد فيه تسلل، وكان أيضا متابعة جيدة من الحكم المساعد الأول اللي هو محمد العبكري، وكان الهدف صحيح لا يوجد تسلل حتى بعدم وجود أي خط واضح. لحظة التمرير كانوا فيه 2 من مدافع نادي الرايد مغطين التسلل، وبالتالي الهدف صحيح وتوفيق وتمركز جيد من محمد العبكري. الحالة الرابعة في دقيقة 65 في سقوط لمهاجم نادي الشباب داخل منطقة الجزاء، ونشاهد عملية السقوط، هل في مخالفة على لاعب نادي مدافع نادي الرايد؟ لا توجد مدافع مخالفة، المدافع قفز للعب الكرة ولم يقم بعملية دفع للمهاجم، وبالتالي استمرار اللعب كان قرار صحيح من حكم المباراة. الحالة الأخيرة كانت في دقيقة 80، يعني اللي أنقذ نادي الشباب من ركلة الجزاء هو وجود التسلل، ولكن في رأى المخالفة من مدافع نادي الشباب قام بعملية مسك، لكن اللي أنقذوا أنه مهاجم نادي الرايد كان في موقف تسلل، وفعلا الحكم عاد إلى تقنية الفي آر وشاهد الحالة، حالة تسلل واضحة، وبالتالي استأنف، تم استئناف اللعب بعملية ركل الكرة من مكان وجود التسلل. وهذه أهم 5 حالات في مباراة الرايد والشباب، يعني هي الحالة الوحيدة بالنسبة للحكم المباراة ركلة الجزاء التي لم يعلن عنها لصالح نادي الرايد.